يعني المرشد الأعلى سيد علي الخامنئي لم ينحاز لطرف على حساب طرف، بل هو ينحاز لانتخابات نزيهة تجرى في أجواء عامة. هو أكد على نقطة واحدة فقط، نسب نعم. المشاركة، نسب المشاركة، ودع الشباب إلى المشاركة، وأيضا دع الشباب على العمل المشترك والمجيء إلى صناديق الافضل والاختيار الأفضل، وبالتالي أعطى فرصة لكل المرشحين.